مشاهدينا التاسعة صباحا، وده معادنا مع موجز الأخبار مع لمية. اتفضلي يا لمية. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة 1 مليون أسرة إضافية إلى عدد المستفيدين. يأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 ملايين أسرة. وبدأ أمس مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد. أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون إعلان أي تفاصيل إضافية. دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، واعدا بدعم سلطات كييف بقدر ما تحتاج. وقال شولتز إنه لا ينبغي أن تحقق روسيا أهدافها من العملية العسكرية، مشددا على ضرورة دعم الغرب لكييف. وأشار إلى أنه يتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والذخيرة، ويتم أيضا تدريب الجنود الأوكرانيين. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت أن بلادها ستمد أوكرانيا قريبا بآليات مدرعة، لافتة إلى أنها لن تزودها في المرحلة الراهنة بدبابات كانت تطالب بها. وقالت لامبرشيت في مؤتمر صحفي إن النجاحات التي حققتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية مشجعة، مشيرة إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يظهر مدى أهمية وضع تجهيزات عسكرية أخرى في متناول أوكرانيا. أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب روسيا بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق. قال البنك الدولي إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي في 2023 مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر. وذكر البنك في دراسة جديدة أن أكبر 3 اقتصادات في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو، وتتباطأ بشكل حاد، لافتا إلى أن أي ضربة إلى الاقتصاد ولو متوسطة خلال هذا العام أو العام المقبل قد تدفعه إلى الركود. قال الرئيس البرازيلي جايريل بولسوناو أنه بلاده تجري مفاوضات مع روسيا ودول عربية لتعزيز وارداتها من الديزل. وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تحاول شراء أكبر قدر ممكن من الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.